السلام عليكم عليكم السلام دكتور مع السلام دكتور نعم دكتور طيب ان اليوم المحاضره مالتنا وات از سكتر راديشن وات از سكتر راديشن يعني الاشعه شنو هي الاشعه المبعثره نسلط الاشعه السينيه على المريض أن هناك أشعة ثانوية أو نسميها الأشعة المبعثرة. By definition بواسطة التعريف scatter radiation occurs when radiation deflect تنحرف. إذا scatter radiation occurs تحدث when radiation deflect تنحرف of an object من جسم معين. causing x-rays to be scattered تعمل الأشعة السينية حتى يصير بها نوع من المب... تنتشر وتتبعثر it is important to keep in mind نحفظ في ذاكرتنا that scattered radiation has the ability القابلية to travel in all direction in all different directions إذن لازم نعرف إحنا من نصور تصوير شعاعي هناك أشعة ثانوية مبعثرة في كل الاتجاهات في الغرفة التي تحتوي على جهاز الأشعة السينية In the case of X-ray في حالة ال x The most common sources of scatter radiation The most common source of scatter radiation For most humans is the patient إذن معظم الأشعة الأشعة المبعثرة اللي تصل داخل القاعة اللي تحوي جهاز الأشعة السينية هو عندما نعطي أشعة للمريض البيشنت and those scattered rays can continue to scatter around the room based on various design features يعني في كل الاتجاهات راح تكون الاتجاهات القاعة التي تحوي جهاز الأشعة السينية راح هناك ديفلكت اشعه تنحرف ومبعثره في كل الاتجاهات سواء على او على او على اي اتجاه اخر. سكتر راديشن از بروبلي ذا بيجست سنجل فاكتور بيجست سنجل فاكتور كونتريبيوتنج يساهم تو ديكريز فيلم كواليتي. اذا سكتر راديشن يعني هو السبب رئيسي أو عام الرئيسي او عامل رئيسي يساهم في, لق... في to decrease film quality على نوعيه الفيلم الشعاعي اللي نحصل صوره شعاعيه من هذا الفيلم it is the result of reduction reduction يعني اعاده توجيه it is the result of reduction of the primary x-ray beam الاشعه السينيه الابتدائيه and the production of new X-ray New X-rays following the interaction with the patient وراح يولد لنا نوع آخر من الأشعة السينية اللي راح تسقط أو تتفاعل مع جسم المريض patient. Therefore scattered radiation is present in age radiographic examination إذا الأشعة المبعثرة موجودة في أي نوع من أنواع التصوير الشعاعي The effect of scatter radiation is to produce a generalized يعني تعميم generalized photographic fog on the film راح يولد لنا نوع من الضبابية على الفيلم الفوتوغرافي احنا هذا كله بالتصوير الشعاعي يحاول تقني الاشعه او المصور او الراديوغرافر ان يتخلص من هذا الشيء فأشي يعمل؟ موجود بالجهاز موجود الجريد اللي يتحرك امام خلف ويمين ويسار يحاول أن يهذب أو يقلل من تأثير الأشعة الثانوية على البيشنت مالك على المريض اللي تقوم بتصويره بكل الحالات نحاول أن نقلل لكن هناك فوق هناك ضبابية على الفيلم الفوتوغرافي نتيجة التصوير الشعاعي وكلما كان المصور الشعاعي بارع في اختيار الكيفي والملي أمبير والديستانس راح يحصل على صورة شعاعية جيدة حال حال التصوير العادي المصور الشعاعي جيد المصور العادي اللي ياخذ صوره شعاعيه جيده كذلك المصور الشعاعي جيد ممكن ان يعني يستخدم الكي في والملي امبير والديستانس وكذلك الشيلدنج بما في ذلك الجريد حتى يقدر انه يهذب لنا او يقللنا من تاثير الاشعه الثانويه على الفيلم الفوتوغرافي which a fog on the film which reduce the contrast راح يقللنا التباين contrast between a just area on the radiograph between يعني uh, المناطق المجاوره للفيلم الفوتوغرافي a just area <applause> <applause> إذا وجود الجريد اللي راح نجي عليه بالمحاضرات القادمة ضروري جدا للتقليل من أشعة الثانوية اللي بشكل أو بآخر يأثرنا على الصورة الصورة الشعاعية اللي نأخذها للمريض. Image forming X-ray when a radiographic exposure جرعة التعرض الشعاعية بالتصوير الشعاعي is performed using a grid device. the primary photon will either فوتونات يعني جبنا لكم الجريد هسه موجود المصطلح راح يمر عليكم راح ناخذه بت, يعني بالتفصيل الجريد إذا image forming x-rays when a radiographic exposure التعرض للحصول على صورة شعاعية is performed يؤدي using نعمل تعمل الجريد ديفايس يعني عبارة عن جهاز صغير موجود يم الفيلم الفوتوغرافي The primary photons will either ممكن نختار أيهما pass through the body tissue pass إذاً number one number one تكتبون عليه هذا الحالة الأولى اللي راح يصير عندنا واحد pass through the body tissue unaffected يعني إما X-ray beams راح تمر through the body خلال الجسم الجسم unaffected لا تنحرف without interacting without interacting يعني مر داخل الجسم البشري. نمبر two become absorbed by the tissue within the body يعني ممكن ان تمتص بواسطه الانسجه uh, الانسجه داخل الجسم. نمبر three interact with body tissue and change direction. يصير تفاعل بينه وبين التشو الموجوده بالبادي مال البيشنت مالتك ان تشينج دايركشن وراح يغير الاتجاه ماله وهذا ناخذه بالكومبتن سكتر احنا انطيناكم الكومبتن سكتر وانطيناكم فوتو الكتريك افكت وكذلك البيرا برودكشن في حاله الكومبتن مثل ما قلنا لكم انه الفوتون الفوتون يسقط على الكترون شرط ان يكون الالكترون من الالكترونات المداريه وراح يصير عندنا أه، الكترون مستطار وفوتون ايضا مستطار في نفس الوقت أه، وشرحنا لكم اياه بالتجربه بالمختبر السابق الفوتو الكومبتن إفكت ما عندنا فوتو الكتريك بهاي الحاله عندنا كومبتن إفكت اذا الموضوع اللي اريد اقول لكم اياه image forming x rays when radiographic exposure is performed using a grid device the primary photons will either الفوتونات الاوليه ممكن أن تعمل واحدة من هذولا أولاً pass through the body tissue unaffected أمور خلال انسج الجسم وماكو بأي انحراف number two become absorbed by tissue within the body تمتص من قبل الانسجة الموجودة في الجسم هذا كله بالنسبة للمريض الpatient. number three interact with body tissue يعني يأثر أو يتفاعل مع أنسيس الدسم and change دايركشن راح يغير الاتجاه ماله وهذا ضمن مبدأ الكومبتن سكتر فقلنا لكم ترى الفوتو إلكتريك والكومبتن سكتر والبيرا برودكشن هذا أيضا نستخدمهم في التصوير الشعاعي إكس رايز ذات إكسيت اللي تخرج إكس ذات إكسيت the patient interact with the IR Image ريسبتر يعني Image ريسبتر are image forming يسوي لنا Image forming يعني بعد ما خلصت من وحده من هذول الحالات اللي ذكرتهم ايش راح يصير؟ يعني اما باس ثرو او بيكام ابسورد باي تشو او إنتر with وذ ذا tissue تشو واتشنج إتس دايركشن ايش راح يصير بعدين؟ إكس رايز ذات اكسيت ذا بيشنت تخرج يعني تدخل الى جسم المريض وتخرج من جسم المريض ويجي وين؟ الى الجريد وبعدين الى جسم البيشنت مالك المريض فايش راح يصير؟ راح ياثر interact with the IR image ريسبتر and image forming ان هذا الرسم أمامكم لو تلاحظوه الرسم اللي على اليسار الرسم اللي على اليسار لاحظ الرسم اللي على اليسار هذا الرسم هذا الرسم اللي على اليسار ان مريض موجود على منضده الفحص وهناك موجود ان البرايمري اكس ري فوتون من الاعلى ساقط فوتونات من اكس راي فوتون راح يصير ان على اليمين ايضا نفس الرسم اكس راي فوتونز ذات بيكم سكتر راديشن يعني اكس uh, راي فوتونات اللي راح يصير بيها نوع من التشتت او السكتر اما على اليسار يسار الرسم نفس الرسم ان الخط الاول اكس راي فوتون ذات ار absorbed باي ذا بيشنت باي ا بارت اوف ذا بيشنت بارت اوف ذا بيشنت يعني راح يمتص والنقطة الأخرى أو السهم الآخر راح أيضا يمتص بواسطة أو سكتر سكتر فوتون سكتر أيضا أشعة مشتتة أما عندنا هذول بالوسط الاثنين بالوسط اثنين أو حتى الثالث هذول راح يسقطون على المريض هاي المريض. فراح يلاقون امامهم وحده من الحالات الثلاثه اللي ذكرتها اما يمر أو ينحرف أو يمتص ويغير اتجاهه راح بعد بعد ما يخترق جسم المريض يجي على الإيميج ريسبتر، الإيميج ريسبتر ايميج ريسبتر واكس ري فوتونز ذات إنتريت، the part of the help form the image راح يخترق لنا جسم المريض ويجي على الجريد ومن الـ على الجريد نعم جسم المريض وعلى الجريد بعدين على الصورة على الفيلم الفوتوغرافي وفي في طريقه على الايمج ريسبتر الايمج ريسبتر هذا الرسم حجي على الرسم الاول اما الرسم الثاني لو تلاحظوا ايضا تيوب انبوبة الشعة السينيه وطلعت الشعة السينيه عندنا فقبل قبل المريض راح اكو اشعه مبعثره اشعه مبعثره باتجاهات يمين ويسار واكو اشعه دخلت جسم المريض وخرجت ورجعت على الايمج ريسبتر وعلى الفيلم الفوتوغرافي هذا هو مبدا عمل الايمج ريسبتر والجريد وكذلك الفيلم الفوتوغرافي هاي الحقيقه الفيلم الفوتوغرافي والايمج ريسبتر والامور هذه راح نجيكم في محاضرات لاحقه ان شاء الله بشكل اوسع من ما تسمعونه الان ذا برينسيبل كاركترستيك of any image are the principal characteristic of any image are special resolution يعني uh, uh, يعني تحليل تحليل is the ability القابلية to image too small adjust too small adjust structure that have high subject contrast يعني نجي نختار مادة مثل البون soft tissue Interface Classified Lung Nodulus يعني عقد uh, صغيرة، nodulus، عقد صغيرة موجودة في الـ في الرئة. A resolution تحليل، إيش راح يصير أدنا؟ or the distinct, distinctness of the edge half in the image. distinctness يعني الوضوح، وضوح the visually distinguish uh, distinctness of the edge image in the image الصورة اللي تتكون أو الخيال أي sharpness sharpness حدة الضوء الموجود and visually distinguish one from the other distinguish الوضوح والادج حافة uh, يعني نقدر نلاحظه بصريا شلون نميز الوحدة عن الأخرى أو تداخل الوحدة مع الأخرى special resolution ايضا loses loses يعني تخسر loses occurs هناك خساره ليش because of blurring الضبابيه caused by geometric factor العوامل الهندسيه الموجوده e.g the مثال على ذلك او بعباره اخرى the size of the modality size of the modality الوسيلة أو شكل الجهاز فوكال سبوت أعطيناكم فوكال سبوت بداية السنة هل فوكال سبوت كانت صغيرة أو كبيرة والزاوية اللي خرجت بها الأشعة السينية لايت ديفيوجن انتشار الضوء in the receptor في المستقبلات receptor يعني المستقبلات the more blurring يعني الزيادة الموجودة في البلورينج في الضبابية the lower is the resolution يعني كلما كانت الblurring كثيرة راح يصير أن خسارة أو lower in the resolution يعني قدرة التحليل تحليل التصوير الشعاعي راح تكون ضعيفة وكلما قل الblurring التناسب عكسي كلما قل الblurring راح يصير higher is the resolution. التحليل راح يكون عندنا جيد او عالي. Contrast resolution is the comparison is the comparison, مقارنه of areas of light, المساحات الضوئيه, light or dark and shadows شادز يعني الظلة الموجودة أو الفي الموجود ظلة الموجودة, الموجودة uh, of أوف جراي اللون الرمادي on the image على image that makes an object distinguishable that distinguishable uh, object distinguishable the contrast of an image is affected by the properties of the receptor the contrast of the image, the image, is affected by the properties of the receptor used to form the image. contrast agent, also known as contrast media, are used during the medical imaging examination to highlight to highlight a specific part of the body and make them easier to see highlight يعني تسليط الضوء شو نسلط النوز و specific الضوء محدد بشكل محدد وأيضا contrast resolution determined تحسب by scattered radiation الأشعة المبعثرة and other sources of radiographic noise والمصادر الأخرى للراديوغرافيك نويز، راديوغرافيك نويز يعني image فوق equal to uniform signal produced by scatter x ray وسط الأشعة المبعثرة. effect of scatter radiation <coughs> effect of scatter radiation تأثير الأشعة المبعثرة on image contrast effect on image contrast. now if one could radiograph a long bone إذا واحد يريد يصور لنا long bone يعني عظم uh, طويل مثل ما موجود في عظم الفخذ أو الساق in a cross section using only primary beam إذا استخدم فقط البرايمري primary beam الحزمة الإبتدائية of X-ray the image would be very sharp يعني الصورة راح تكون حادة كلش very sharp and the, and the radiographic contrast would be high the contrast radiographic contrast راح يكون أيضا عالي بهاي ال, هاي الحالة كنت التباين راح يكون عالي radiographic contrast التباين would be high if the radiograph were taken with only scatter radiation, if the radiograph were taken with only scatter radiation, يعني شوفوا الحالة الأولى إذا أخذنا بون لونج بون وصورنا هذا اللونج بون with primary beam X-ray the image would be very sharp الصورة راح تكون كلش واضحة وحادة and the radiographic contrast التباين would be high يعني التباين راح يكون كلش واضح. If the radiograph were taken with only scatter radiation, اما اذا اخذنا الصوره الشعاعيه فقط مع السكتر راديشن and no primary beam ماكو حزمه ابتدائيه اوف اكس ريتش ذا فيلم ماكو حزمه شعاعيه اوليه تصل الفيلم the image would be dull gray يعني رمادي خفيف. راح يكون دل جراي خفيف رمادي خفيف and the radiograph contrast التباين would be very low or even non-existent or non-existent يعني معدوم إذا صار عندنا حالتين الحالة الأولى إذا استخدمنا primary x-ray راح يكون عندنا contrast كلش عالي والراديوغراف راح يكون عندنا الشعر اما اذا ابعدنا البرايمري اكس راي واستخدمنا فقط السكتر راديشن ومنعنا البرايمري اكس راي تو ريج ذا فيلم ذا image وود بي دل جراي يعني قهوائي داكن او رمادي داكن اند ذا راديوغراف كونتراست والتباين وود بي فيري لو التباين راح يكون كلش قليل or even non existent or non existent معدوم معدوم طيب بس صفوا سدوا المايكات الله يحفظكم In the normal situation, the X-ray arriving at the film consists of both primary and scattered X-ray. في الحالات الوضع الجهاز من يكون وضع عادي إذا اثنين راح يصالون إذا إحنا ما نستخدم شيء نمنع الإكس راي بيم أو نمنع السكتر In the normal situation, the x-ray arriving the film consists of both primary and scattered x-rays. Rahijina the primary x-ray will scatter radiation. If the radiograph were properly exposed, if the radiograph were properly exposed, the image in a cross-section sectional view would appear neither sharp nor sharp. أو يكون دل. It would have moderate contrast. Moderate يعني التباين معتدل أو تباين متوسط. يعني ما راح تكون عندنا صورة شعاعية واضحة. الريزوليوشن والتباين مال الكونتراست ما راح يكون واضح بشكل جيد. إذا تقني الأشعة ما استخدم أي شيء من هذول اللي ذكرناه. Scatter radiation occur in three ways. Scatter radiation occurs in three ways. الاشعه المبعثره تحدث occurs in three ways ثلاث طرق. Scatter radiation the bulk the bulk الحجم حجم الحزمه of this type of radiation حجم هذا النوع من الاشعه derives from the x-ray derives from يعني استنتجت من الاكس راي تيوب pulsing أو punching punching بانشينج شوف شلون لفظ الحقيقه يمكن punching of the patient body اذا بالك حجم او تراكم الحزمه تايب اوف راديشن درايفز اللي استنتج من اجهزه الاشعه السينيه punching of the patient body ارتداد يعني ارتداد من جسم البيشنت المريض باك سكتر الاشعه المبعثره للخلف this type this type of scatter radiation is created this type of scatter radiation is created from is created from behind the film تتكون بجانب الفيلم and directed toward the X-ray tube and directed toward باتجاه X-ray tube يعني ترجع للخلف to prevent backscatter، حتى نمنع to prevent backscatter back scatter the modesty has adopted modesty الاعتدال يعني يجب ان نعتمد شيء معتدل the standard procedure of adding الصيغه الاساسيه او المعمول بها procedure هو adding 0.005 lead sheet of lead صفر هذا صحيح صفر صفر خمسة ليد سكرين شاشة in front and point oh one سكرين behind the film يعني إما ن... إما نخلي أمام البيم مالنا point oh oh one sheet of lead أو نخلي oh point one oh one سكرين behind بجانب the film for added protection حتى نعمل وقاية. Additionally, A letter B is placed on the back of the cassette. In the casette نخلي بي حرف B to indicate an abundance of back scatter. Abundance يعني فيض أو غزارة الباك سكتر. الباك التشتت الخلفي. If the B is visible in the resulting. If the B is visible وضوح. يعني بالناتج كان واضح كلش. Image back scatter. is occurring the strength of the visibility indicating the level of the backscatter taking place هذا ممكن ان نستخدم البي وكذلك بالتصوير الشعاعي يستخدمون بي انه هذا ظهر الفيلم وهذا امام الفيلم ايضا يستفادون منه بالتصوير الشعاعي لكن احنا ايضا ممكن نميز الشاربنس مع الفيلم والكونتراست سواء كان جيد او غير جيد باضافه 0.05 lead سكرين ان فرونت او او سكرين بهايند بجانب الفيلم، اللي الاحظه من خلال زياراتي لطلابنا في المؤسسات الصحيه الحقيقه ما يستخدمون هذه الشغلات نادرا ما يستخدمون وممكن ان يكون في الجهاز موجود اكو بعض الاجهزه الحديثه موجود بها اصلا هالتقنيات هذه فلهذا يطلع لنا الريزوليوشن الـ كلش جيد والامور هذه side scatter. هسه عندنا سكتر راديشن باك سكتر هسه عندنا رادي سايد سكتر التشتت الجانبي سايد سكتر سايد سكتر is caused by objects in the immediate area يعني في المساحات اللي يحصل بها اشعاعات فوريه such as walls مثل الجدران floors الأرضيات and tables المناطق to mitigate لتخفيف to mitigate تخفيف side scatter حتى نخفف التشتت الجانبي you may have noticed لازم تلاحظ that x-ray room are typically void, uh, void are typically void يعني خالي خالي of other object and the table is located in the center of the space يعني بالسايد سكتر الscatter الموجود راح بجانبي راح ينتشر بالجوانب مثلا على الجدران وعلى الارضيات ايضا وعلى التيبل الموجود المناضد الموجوده to mitigate حتى نخفف السايد side scatter you may have noticed لازم نلاحظ that x-ray room غرف الأشعة السينية are typically void void يعني خالي of other objects خالي من الأجسام الأخرى and the table is located in the center of the space وموجودة في وسط الغرفة this isolates this isolates هذا يعمل عزل the x-ray as much as possible كل ما أمكن ذلك so they are less prone to side effect less prone يعني راح يكون الأشعة المبعثرة واهن القوى واهنة القوى الميال إلى الضعف هذا هو السايد السايد سكتر فلاحظوا لي هذول الأمور سكتر راديشن باك سكتر وسايد سكتر وأنتوا ما شفتوا الحقيقة طلاب اللي راحوا الثالث العام الماضي بالتدريب الصيفي راحوا وتدربوا بالمستشفيات او بوحدات اشعه عند حتى الخارجي عند ناس مصورين أو واطباء اشعه لاحظوا هذا الشيء انه غرفه اللي بيها جهاز الاشعه ما خلي بها اي شيء اي شيء عدا جهاز الاشعه من ضد الفحص وجهاز الاشعه وملحقات الجهاز فقط اما الشغلات الاخرى خارج هذا الشيء طلابي مرات كانوا يسألون استاذ ممكن نخلي ثلاجه ثلاجه بها ماي وحليب وشغلات داخل داخل غرفه الاشعه قاعه اللي بيها جهاز الاشعه يقولون بالله عليكم وما ظل مكان الا تخلون الثلاجه داخل جهاز الاشعه هذا حكي من سنين تطلعون اي شيء ما يدخلون داخل القاعه اللي بيها جهاز الاشعه لان اكو سايد اسكتر واكو باك اسكتر واكو شغلات اسكتر كثير بيصير في التصوير الشواعي ولو الصوره الشعاعية هي لحظيه وانيه لكن ممكن ان تسوي مضار للانسان وإحنا في غنى عن هالمظار الموضوع الأخير فاكتور contribute to an increase in scatter radiation فاكتور contribute العوامل اللي تساهم to increase in scatter radiation شنو هي العوامل اللي تساهم في زيادة الscatter. increase number one number one, increased KVP. إذا زيدنا الكي في بي, كيلو فولت كيلو بريجر, as x ray energy increase إذا زيدنا طاقة الأشعة انتبه عليها As X-ray energy increases، إذا زيدنا طاقة الأشعة السينية، photoelectric شوف أيضا رجعنا إلى الفوتوإلكتريك، photo photoelectric decreases and Compton interaction increases. إذا هاي هاي الشغلات كلش مهمة. إذا في حالة الIncreased kVp، as X-ray energy increases إذا زيدنا طاقة الأشعة السينية فوتو الكتريك الظاهره الكهربائيه الضوئيه راح تقل and compton interaction increases مثلا at 50 kVp اذا ناخذ طاقه اشعه سينيه 50 kV 79% منه راح يكون فوتو الكتريك و21% كومبتن and less than 1% transmission يعني انتقال لاحظوا 50 طاقة الأشعة السينية 79 فوتو إلكتريك 21 كومبتن وليش دار 1% ترانسميشن طيب إذا زيدنا بعد ات 80 كي في بي 45% فوتو إلكتريك و 52% كومبتن اند 2% ترانسميشن تنتبهون هذه ملاحظة تنتبهون عليها إذا زيدنا ال increase kvp increase photoelectric decrease and Compton interaction increase at 50 kvp كذا و 80 كذا النقطة الثانية increase X-ray field size زيادة حجم الحزمة الشعاعية أو مساحة الحزمة حقل الحزمة الشعاعية ومساحة الحزمة الشعاعية increased x-ray field size as field size increases it has a yet field size the intensity should of the scatter radiation also increase as field size increases the intensity of the scatter radiation also increases rapidly rapidly anura rapidly especially during fluoroscopy وخاصة في حالة الفلوروسكوبي. نمبر 3، increased patient thickness يعني شخص بدين اذا زاد شخص عنده بدانه وشخص ضعيف يعني الفرق بيناتهم اذا increased patient thickness imaging thick part اذا صورنا thick part اجزاء السميكه السميكه نعم a part of the body result in more scatter radiation راح ينتج لنا أشعة سينية مبعثرة أكثر than thin يعني أكثر من الضعيف The radiographer المصور الشعاعي تقني الأشعة كان كان كنترول the patient thickness يسيطر على السماكة أو ثقل المريض ماله by compressing device أكو جهاز يضغط على المريض to improve to improve حتى الضغط حتى يحسن to improve The special resolution at تحليل, and bringing the object closer to the image receptor. Comparison also, comparis comparison also improves special and contrast resolution, reduce patient dose, reducing fog or noise. Eyeball comparison also improves. special and contrast resolution bringing يجلب هاي الحقيقة حبيت أنه أقف بهاي النقطة وإن شاء الله المحاضرة القادمة راح نكمل راح أطلع هسه من المحاضرة وإذا عندكم سؤال استفسار تقدرون تسألون بعد ما نغادر المحاضرة